زيارة محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل إلى قضاء الدجيل تأتي ضمن منهاجه المستمر للمتابعة والإشراف الميداني على المتحقق من تنفيذ المشاريع الخدمية، وبما يعزز مرتكزات العيش المشترك وينهض بمستوى الإعمار فيها. تفاصيل أكثر مع فاضل الأنصاري. ضمن البرنامج الإصلاحي الذي أطلقته الحكومة المركزية وبالتعاون مع حكومات المحافظات، زار محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر قضاء الدجيلة، وتم خلال هذه الزيارة عقد اجتماعا موسعا مع شيوخ وجهاء القضاء لمناقشة الواقع الخدمي والتأكيد على أهمية توفير الخدمات الأساسية وتقديم الأفضل لأبناء القضاء. اليوم المبارك عقد مجلس شيوخ عشائر دجيل جلسة استثنائية بحضور محافظ صلاح الدين، وذلك لمناقشة مطالب المتظاهرين وأبناء دجيل، حيث ارتأت إدارة دجيل والشيوخ العشائر ورؤساء القوم أن تكون كلمتهم ومظاهرتهم مكتوبة حتى تثمر وتحصل على ثمارها من خلال الجواب الرسمي من الحكومة المركزية أو المحلية. وعدنا محافظ صلاح الدين خيرا وقال أن الدجيل هي مدينتي، لكن إن شاء الله سيكون الفعل من خلال تنفيذ المطالب بإذن الله. اليوم كان حضور متميز للسيد محافظ صلاح الدين في قضاء الدجيل. تأتي هذه الزيارة استجابة لمطالب شيوخ ووجهاء قضاء الدجيل، وأكد السيد المحافظ أن قضاء الدجيل من الأقضية المظلومة في محافظة صلاح الدين ولديها استحقاقات كثيرة، وأكيد وعد أهالي وشيوخ ووجهاء قضاء الدجيل بأنه سيكون أول ملبيين لمطالبهم المشروعة، وكذلك تسلم المطالب المشروعة لأهالي قضاء الدجيل، ونأمل منه خيرا بأن تكون الدجيل نصب عينه، باعتبار أن مدينة الدجيل تعاني الكثير. وأيضا الرجل هو أكد أنه مطلع تماما على وضع مدينة الدجيل منذ تسنمه منصب المحافظ، بالتالي اليوم أهالي الدجيل علقوا أمالهم على السيد المحافظ لتلبية مطالبهم. الزيارة لاقت ترحيبا واسعا من قبل أهالي القضاء لما تحمله هذه الزيارة في جعبتها من مقترحات ستلقي بظلالها على تحسين الواقع الخدمي بعد جلوس الحكومة المحلية وشيوخ العشائر على طاولة واحدة لوضع خارطة طريق للارتقاء وتحسين الواقع الخدمي بقضاء الدجيل ونواحيه. شرفنا اليوم بحضور السيد محافظ صلاح الدين إلى قضاء الدجيل، إلى في مجلس عشائر الدجيل، وقمنا كمجتمع مدني وكوجهاء في القضاء بتقديم الطلبات اللي تخص الدجيل. هذا الدجيل القضاء المظلوم منذ 2003 والحد الآن يوم بعد يوم الظلم ماله، يعني شلون متراكم صار، وإذا هذا يعني بقى هذا الظلم فستكون صوت الدجيلي عالي، لأنه كان صوتنا في الدفاع عن صلاح الدين وهذا عالي، كنا نصد الجدار الأول عن العراق كله بترى الدجيل. نسيتها، الدجيل تفتخر بأنه القضاء الوحيد الذي يخلو من الطائفية، الدجيل القضاء الوحيد اللي يحتضن أبناء المهجرين، الدجيل الوحيد اللي ما عنده مشاكل بكل هذا لأنه سلمي. زيارتنا جاءت لتذويب جميع المشاكل التي تقف عائقا أمام تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الخدمية. لقناة صلاح الدين الفضائية، فاضل الأنصاري، قضاء دجيل.